السلام عليكم. مو سي البسيبسي رئيس الفيدرالية الوطنية لمهن قطاع السور بالمغرب. اليوم الفيدرالية عقدت واحد اللقاء مع الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص معايير ديال البطاقة صور البطاقة الوطنية. اللقاء كان بصراحة مثمر، حاولنا نبينوا الدور ديال المحلات وفي هذه العملية ديال التصوير، وحاولنا نبينوا أننا كفيدرالية وكمجموعة من المحلات وكجمعيات مستعدين أننا نساعدوا الإدارة العامة للأمن الوطني في مرور هذه العملية ديال البطاقة الوطنية الجديدة على أحسن ما يرام. المؤطرين ولا المشاركين اللي كانوا معنا مع الإدارة العامة للأمن الوطني كانت عندهم بعض الملاحظات على 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 العمل ديال المهنيين بخصوص الصور، ان الصور ما خصهاش تكون مخدومه بالفوتوشوب. وكذلك حنا كفيدرالية عطينا الملاحظات ديالنا وبعض المؤاخذات ديالنا على 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 هاد الصور. كان اجماع اننا كفيدرالية غادي نراسلوا مره اخرى الفيدرال الاداره العامه للامن الوطني باش غادي نقترحوا عليهم. الاقتراح اللي كان للفيدرالية انها الصوره غادي تبقى كما هي، الاختلاف الوحيد اللي غيكون في ان الخلفيه ديال الصوره غادي تكون كخلفيه رماديه. هذا هو اللي كاين بخصوص الاداره العامه للامن الوطني. بالمناسبه الفيدراليه الوطنيه لمهن قطاع التصوير بالمغرب عقدت العديد من اللقاءات مع الاداره في مدن عديده كتاونات طنجه تطوان الرباط. هذه اللقاءات كانت مثمره وعطات المفعول ديالها في اخر لقاء اللي كان اليوم بخصوص اننا كمهنيين غادي نحتفظوا بهذه العمليه ديال التصوير ديال صور البطاقه الوطنيه في المحلات ديالنا. كما يخفى لا يخفى عليكم، الفيدراليه كانت عندها واحد المصداقيه كبيره لدى الجهات الحكوميه ولدى الدوله والقطاعات ديالها. عقدنا العديد من اللقاءات. من ضمن المسائل اللي كانت عندنا وكنعتبروها واحد المقياس كبير، اننا كفيدرالية جميع اللقاءات منذ اللقاء الاول اللي درناه لقاء تشاوري درنا تقرير ادبي ومالي، كذلك بالنسبه للمؤتمر درنا تقرير ادبي ومالي، كذلك المناظره تقرير مالي وادبي. جميع اللقاءات اللي كتعقد الفيدرالية كنديروا عليها واحد تقرير مالي وادبي. هذا هو المصداقيه اللي تعطات الفيدرالية من خلال هذه الاجراءات اللي كديرها. الفيدرالية منذ تاسيس تقريبا واحد الشهر خدات الوصل ديالها، بحكم ان العناصر ديالها ولا الاعضاء ديالها كانت عندهم واحد هما مهنيين بالدرجه الاولى، كانت عندهم واحد المصداقيه كبيره عند السلطه. لذلك يعني في ظرف واحد الشهر، وهذه كان واحد رقم قياسي، خدينا الوصل الايداع. الفيدرالية كما لا يخفى عليكم هي فيدرالية، الفيدراليات جميع الفيدراليات ولا النقابات ولا الجمعيات الدور ديالها كيبقى هو تأطير المهنيين، وكذلك حاول ما امكن الدفع على المكتسبات ديالهم والحقوق ديالهم والواجبات ديالهم. الفيدرالية منذ تأسيس عقدت العديد من اللقاءات في المدن المغربية، وكذلك عقدت عدة دورات تكوينية لفائدة المهنيين كالفنادق وكمدينة الرباط. هذه الدورات التكوينية هما اللي تقريبا حاولوا ما امكن انه نعمهم على جميع انحاء المغرب. لهذا كاقتراح من الاعضاء ديال المكتب ديال الفيدرالية كنقترحوا اننا مستقبلا ان شاء الله غادي نحاولوا نعقدوا العديد من اللقاءات مع القطاعات الحكوميه كوزارة التربية الوطنية وكمديرية الضرائب وكالعديد من المصالح اللي كنتقاسموا مع الهم ديال المهنه ديالنا. حميد زينو الكاتب العام الجمعيه المغربيه لمهن قطاع التصوير للرباط سلا وتمارا، وامين المال الفيدرالية الوطنيه لمهن قطاع التصوير بالمغرب. اليوم الحمد لله كفيدرالية وطنيه حاولنا اننا نوضعوا واحد القانون، كنخدموا على واحد المسوده ديال القانون المنظم للمهنه، لاننا على يقين بانه السبيل الانجع والواضح لتقنين هذه المهنه هذه وباش تزيد لقدام وتاثر وتهيكل بصفه عامه.
هذا القانون المنظم للمهنة اليوم كنشتغلوا عليه هذه ربما تقريبا 4 أشهر، وصلنا واحد الثلثين ديال المواد ديالو، باقي لنا العمل يكون طويل وعمل جبار اللي كتقوم بواحد اللجنة كتمثل مختلف الشرائح ديال المصورين بالمغرب. لهذا فالقانون المنظم للمهنة إن شاء الله سيكون بمثابة الفاصل لهاد المهنيين باش يقنوا راسهم ويوضعوا راسهم في اطار الهيكلي ديالو. لهذا القانون المنظم باش نعطيه خلاصه مصغره عليه بانه غادي يجي باش يحاول كما قلتي يوضع واحد الحد للعشوائيه اللي كيعرفها القطاع، وهاد المضاربه في الاثمنه وفي بزاف ديال المسائل. لهذا غادي يجي واحد المجموعه ديال القوانين والبنود اللي خاص المصورين على صعيد المغرب انهم يطبقوها ويمشيو في ذاك الاتجاه الا بغاو ان هذا القطاع ديالهم يزيد لقدام ويتهيكل وما يخليوش ديك العشوائيه اللي دابا حاليا كتنخر الجسم ديالو واللي اصبح هذا الجسم هذا اللي مريض ومريض جدا. لهذا فالقناعه كبيره ديالنا كفيدراليه وطنيه بان القانون المنظم للمهنه هو السبيل الوحيد لتخليص القطاع من هذه العشوائيه وهذه الامراض اللي كيتصاب بها. هذا لا يعني اننا غادي نكونوا كمهنيين بان هذا القانون غادي يجي ضدهم، بقدر ما انهم غادي يجي يحميهم في اطار هيكلي، في اطار تنظيمي. اليوم السلطات او الدوله بصفه عامه كتحاول انها تلتجئ لتقنين القطاعات الغير المهيكله، هذه القطاعات الغير المهيكله اللي كتكبد خسائر كبيره على الدوله. الدوله كتشجع ان هذه المبادرات بحال هذه ان المهن يتقنوا ويمشيوا في واحد الاطار ديال القانون المنظم. ان شاء الله احنا خدامين فيه حاليا، باقي لنا خطوات باش يخرج الحيز الوجود، وكنتمنى من الجميع المهنيين يحاولوا يصطفوا في هذا الجانب هذا، لانه كما قلت السبيل الوحيد لانقاذ المهنه ديالهم من العشوائيه والتخبط في التخلف اللي كتعرفوا القطاع من تدخلات المجموعه ديال القطاعات اخرى في القطاع التصوير. لهذا كنتمنى المسانده المطلقه ديال المهنيين في جميع ربوع المملكه باش يساندوا هذا المسوده وهذا القانون يخرج حيز الوجود. تكملة للأخ حميد الأمين العام ديال الفيدرالية الوطنية لمهنة قطاع التصوير، واحد النداء كنوجهه لأصحاب الشركات والموزعين ديال السلع. حنا هاد المضاربات اللي ولات مؤخرا هي كتوضعنا في واحد المأزق كبير كمهنيين، يعني كضرنا أكثر من اللي كتنفعنا. فالنداء ديالي كنوجهه لهاد الناس هادو للجلوس على مائدة الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض هذا القطاع. هاد المضاربات وهاد الأثمنة اللي ولات تقريبا ولات بخسة، يعني غادي تأدي بنا بصراحة غتأدي بنا لواحد الواقع مجهول. ولحد الآن أنا كنشوف مؤخرا هادي واحد شهرين ولا 3 شهور ولات تقريبا واحد الأثمنة كنسمعوها خياليه، يعني نزلت لواحد الدرجه ما تصورش. هادشي كله غادي يوصلنا بصراحه ان هذا القطاع ديال التصوير غادي يوصل لواحد الطريق مجهول. وشكرا. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.